أخبار اليوم. المأزق ده بيحصل فيه أيه؟ يعني أنا بعتبر ده يعني رسالة لينا إن إحنا نخلي بالنا، وده اللي كنت أنا قلقان منه ساعتها، إن أنا طب لو حصل الصراع ده هنعمل إيه؟ لكن على المستوى الشخصي الخوف ما كانش موجود، مش من باب الاندفاع والتهور، لكن من باب المسؤولية تجاه قسم أنا أقسمته كوزير للدفاع للحفاظ على أمن وأمان الدولة بما فيها الشعب المصري. القسم مسؤولياته كده. أكيد. طب حضرتك ما بخافش بعدها بثلاث سنين في 2016 كانت موجهة لمين؟ الحقيقة الرسالة دي أنا قلتها لأن المواطنين بعد التفويض وبعد كل الأحداث اللي مرت بمصر كانوا مش خايفين وكانوا متحملين، ومصر دفعت ثمن كبير قوي، بالمناسبة دفعت ثمن كبير قوي خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، في ناس سقطت وفي ممتلكات دمرت وفي مؤسسات يعني الكهرباء والسكة الحديد، ومش عايز استدعي الكلام دلوقتي، لكن عايز اقول في ثمن كبير مصر دفعته، ولكن المصريين تحملوه. لكن انا اعتبرت الرساله دي بدايه تخوف المصريين على المستقبل، وتخوفهم ان يكون كتر الضغوط اللي بتحصل دي يكون ليها